السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الأسطورة ودينامو المغرب السيد ناصر بوريطة كيورك ليا لعباد الله مباشرة بعد فوز المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد منافسة ما بغاش تخرج لي ديك الشرسة لأنها ماشي شرسة، بعد منافسة جد ضعيفة من جنوب إفريقيا والجزائر، والدليل هو أن أغلبية الأصوات كانت لصالح المملكة المغربية 30 صوت مقابل 17. السيد ناصر بوريطة هضرنا على شي حاجة اللي مهمة وأكد بأن الحاجة اللي عجبتنا أكثر في هذه العملية التصويت، وهو أن اللي كان عندهم الحق في دول إفريقيا 13 دولة اللي كان عندها الحق أنها تصوت في هذه العملية، المغرب فاز بعشر أصوات مقابل أن الجزائر وجنوب إفريقيا فازوا بثلاثة. ماذا يعني؟ ماذا نستنتج؟ علل جوابك. أشنو استفدنا من هذه الشهادة؟ استفدنا من هذه الشهادة بأن الجزائر أقوى دولة في المنطقة. هذه ما يحيدها لك يا حبيبي الطبيب، إلا باينة واضحة، ها هي بادي الجزائر أقوى دولة في المنطقة، ولكن في المواقع. أما في الواقع يا حبيبي 10 أصوات لصالح المملكة المغربية، 3 لصالح الجزائر وجنوب إفريقيا، وفي مجموع التصويت 30 صوت لصالح المملكة المغربية و17 صوت لصالح الجزائر وجنوب إفريقيا. يعني فلوس اللبن أداهم زعطوطة حبيبي، أداهم بشرايا البشير ودوك الجمعيات ودوك الهيئة اللي هيئتوه كامل، وأفراد بيلي زيرو اللي كانوا كيبكيو كيطيحوا الدموع والخنونة والحالة، عياهم يبكيو على الجمعيات، داو الدنانير، داو الدولارات، وبصبع الأزرق خادي ينعس بكري باش يفيق بكري الأخبار في راسك. قلت أسيدي نمشي نضرب شي طلة لهاد الجهة هذا نشوف واش كيقولوا، واش كيفاش، واش فرحان لينا يكونوا فرحان عندهم علينا. لقيت يا حبيبي قلت لك ديش كارطونه ديال كنينيكس وتقول رديت شي حبه وحده، والو حبيبي مسح لهذا مسح لهذا. الاعلام قلت لك من الصباح هو ينحط باقي، قلت لك والله لا فكها، اماكن على البكاوات والشكاوات، ها ناري، هذا عيب، هذا عار. الجزائر في خطر، ها وعلاش تعطيوها للمروك، هذا عيب، هذا عار، يلاه راه ما تنبحوا دم. واحد المجال المغربي كيقول لك اللي داش يداه يا ولي زلقط على عين كفاه. حبيبي بقى لكم على كلينيكس موجوده، راه ما جهرنا مع راسك. السكان وجده اتصلت بشي واحد دابا قال لي عاس كنت اليوم واحد نعزه، قلت لك سكان وجده ولفوها ولفو بالتهرنين، قال لك لا ما سمعناش الزاينين ديال الجزائريين والو نعزه، قلت لك ما كطيبش علينا، ومع هذا البرد هذا حبيبي ومع الزاينين ديالهم قال لك اليوم غنطيحوا واحد طيحه عاس كنت رحنا فرحانين. امشاو سكان وجده بصحتكم يا راه ما تسمعوا في الزاينين، انا كيجيب لي الله راه مقنطنكم برزطنكم، قال لك لا والو ولفنا، قال لك من حد ما كيزاينوا النعزه كتقول لك يلاه عاد ما كتحلى النعزه، قال لك اليوم مع زينين موجود، قال لك اسكت غنطيحوا هذيك طيحتنا، قلب على المغرب يلاه رخي الدنانير، ها راه ما تبكي ورا ما تشكي ورا ما ترخي في الدولارات، واش غتصور من المغرب؟ راه عندنا السيد ناصر بوريطة والسي عمر هلال رالي من تما كيصيفط لك الدرون المغربيه، الله ما كاينه على الودنين. السيد ناصر بوريطة قال لهم واش اللي عجبني هو الافارقه، سيدي 13 دوله دينا 10 الاصوات، هذا يعني قال لهم زعما هذا راه كياكد بانكم اقوى دوله في المنطقه، ايك يا المنطقه هيك، يلاه تجي عندنا وتشلل حق الماء مقطوع هو المهم تيمم. خليكم مع الفيديو قبل هذا ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. في موضوع اخر، اكد وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ان انتخاب المغرب لاول مره في تاريخه لرئاسه الهيئه الامميه لحقوق الانسان يحمل الكثير من الرسائل، وهذا يعني ان ثلثي الاعضاء في هذا المجلس دعموا ملف ترشيح المغرب. الانتخاب هو كيحمل مجموعه من الرسائل. الرساله الاولى هي من حيث الدعم الكبير اللي حظى به ترشيح المغرب، تقريبا 30 دوله اللي صوتت اللي فائدت هذا الترشيح، من اصل 47 دوله اللي صوتت اللي هما اعضاء في مجلس حقوق الانسان، وهذا كيعني ان ثلثين ديال مجلس حقوق الانسان دعمات ترشيح المغرب اذا الترشيح اللي كان ديال جنوب افريقيا. الدعم كان من مختلف المناطق الجغرافيه، واخا التصويت هو سري ولكن العناصر اللي كتبان هي ان خديت غير افريقيا، من اصل 13 عضو افريقي اللي كاين في مجلس حقوق الانسان على الاقل واحد 10 دول من 13 صوتات مع المملكه المغربيه، وهذا عنصر مهم لان الترشيح كان ترشيح افريقي بالدرجه الاولى، وعدد كبير من الدول، وهذه مناسبه باش نشكر بلغاريا على دعمها لهذا الترشيح. بلغاريا كعضو في مجلس حقوق الانسان كانت من الدول الاوائل اللي دعمت هذا الترشيح، وكنشكر مره اخرى
السيدة الوزيرة على هذا. الرسالة الثانية هي أن هذا الانتخاب هو فيه اعتراف بنجاحات ومصداقية الإصلاحات اللي كيقودها جلالة الملك في المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من دستور 2011، إصلاح المدونة، مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق المرتبطة بكل مكونات الهوية المغربية، وحنا على غادي نحتفلوا قريبا برأس سنة الأمازيغية، الطائفة اليهودية وغيرها. يعني جلالة الملك في كل هذه السنوات أعطى واحد الرؤية واضحة حول الإصلاحات السياسية، الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاجتماعية كعنصر أساسي اللي اليوم مشهود به على المستوى الدولي، واللي الانتخاب المغرب وهذا الدعم الكبير لترشيح المغرب هو كيجي كاعتراف بكل هذه الإصلاحات ونجاعتها، وبأن يعني ما تحقق في المغرب هو يشهد به اليوم الجميع. الرسالة الثالثة هي كذلك في هذا الدعم هو واحد الشهادة ديال الثقة في مصداقية دور المغرب والسياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العيون توفيق برديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء. أهلا وسهلا بك سيد برديجي، كيف تقرؤون وما هي دلالات انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها مع التركيز على أنها تمكنت من حيازة أصوات ثلثي أعضاء هذه الهيئة؟ أكيد بأن المغرب حاز على هذه النتيجة اللي هي ثمرة من ثمار مسار حقوقي خاضه المغرب لسنوات برؤية واضحة وإرادية، وتجسدت في محطات كبيرة، تجسدت أيضا في التفاعل الإيجابي مع كل الدول ومع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال التعاطي المنفتح مع هذه الآليات، وأيضا ما ركمه المغرب حكومة ومؤسسات حكامة ومجتمع مدني ومناضلات ومناضلين في مجال حقوق الإنسان من مسار مشرف أكد على مصداقية تفاعله مع قضايا حقوق الإنسان وبنائه لكل سياساته على مبادئ حقوق الإنسان. هذا الانتخاب وهذه الثقة الكبيرة يعني من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي تؤكد أيضا على الحس التواصلي الذي قام به المغرب في ردهات هذا المجلس المرموق حقوقيا وتعاطيه مع كل فعاليات تواجد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خصوصا المؤسسة الوطنية للمغرب في الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشبكة الإفريقية والعربية والفرنكوفونية والشبكات الأخرى، تواجده أيضا في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمثيله لإفريقيا وللمؤسسات العربية. هذا التفاعل والتعاطي مع كل الآليات الدولية وتواجد الخبراء المغاربة وكثير الفعاليات المغربية المتواجدة في كل الآليات الدولية لحقوق الإنسان أكسب المغرب مصداقية يعني تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة واعتماد يعني سياسات مبنية على حقوق الإنسان. أكدت هذه السمعة التي نالها المغرب والتي مكنته اليوم من حصد ثمار ثمار هذا المسار الطويل. تفاعلا مع هذه الفكرة سيد برديجي، أمين أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرت بأن هذا الانتخاب هو تتويج لمسار المغرب في انكبابه على القضايا
الحقوقية ومكون أساس من مكونات الاشتغال في الأقاليم الجنوبية هو تعزيز منظومة الحقوق والمكتسبات على مستوى الحريات الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قربنا من المنجز على مدى عقود اتصالا بالمسألة الحقوقية في أقاليمنا الجنوبية. بالأكيد أن الأقاليم الجنوبية شأنها شأن باقي الجهات المغربية استفادت من هذا التوجه الوطني العام في سياسة مبنية على حقوق الإنسان، خصوصا في المجالات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال مجموعة من السياسات العمومية كالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي بني جملة وتفصيلا على مقاربة حقوقية مبنية على الإنسان، والتوجهات العامة المرتبطة بضمان وتوسيع مجال الحقوق والحريات في هذه الربوع، والتي من جملتها الاشتغال على مكون الثقافة الحسانية بعد دسترتها في 2011 في دستور 2011 على اعتبار أنها مكون من مكونات الهوية المغربية، والتفاعل يعني هذا جزء من 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 العمل الذي تمت القيام به في إطار يعني اعتماد مقاربات ومبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو ما مكن المواطنات والمواطنين في هذه الجهات شأنهم شأن الجهات الأخرى من يعني التمتع بحقوقهم. شكرا، أدركنا نعم. الوقت. أشكر حضورك معنا السيد توفيق البرديجي، وأنتم عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش مخلوش عليا بالرأي ديالكم. نسي مازال ما مشتركينش معنا، يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العادة نشوفوا فيديو جديد دائما بغرب.